من أجل الوقوف مع الحكومة في محاربة فيروس كورونا من خلال الحملات التوعوية حول خطورته، جاءت انطلاقة الأنشطة الخاصة بمكافحة كوفيد-19، وذلك بمبادرة من الصليب الأحمر التشادي بالتعاون مع الصليب الأحمر الفرنسي لدعم وزارة الصحة العامة، لا سيما في ظل الأوضاع الصحية الراهنة. ممثل السفير الفرنسي لدى البلاد بول أنتوان دي كيرين، الملحق المكلف بالتعاون لدى السفارة، قال إن الأزمة الصحية التي اجتاحت دول العالم تتطلب تضافر الجهود من أجل محاربتها، وأكد أن دولته ستقف مع البلاد في هذا الوقت للخروج من أزمة كورونا. مندوبة الصحة لدى بلدية أنجمين الروضة محمد يوسف ممثلة للوزير أشارت إلى أهمية هذه الأنشطة الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، والتي تهدف إلى تدريب عمال قسم الصحة لشرق مدينة أنجمين حول كيفية توعية السكان من خطورة وباء كوفيد-19 وطرق الوقاية منه. فكرنا كي أجانا ديليغاسيون دا كتير كما فورمين في كورونا دا العدد هنال كورونا دا قاب بزيد كل يوم، وطبعا من خلين واخو الوقاية دا نمشي واقو الناس بيت ويقول لهم كي المرض دا صحي قايد وهو مرض دا خطير، كيف المرض دا كينجا يسوه لكي كيف المرض كينجا وكيف يهمو نفسهم، طبعا بالخصول لنا الإيدين وبالكمامات وبالخمام دا كل كي. يشارك في هذه الدورة 140 مشارك ومشاركة من عمال الصحة، من بينهم متطوعون في الصليب الأحمر التشادي، وتستمر يومين.